لتسليط الضوء أكثر على أزمة الوقود في نينوى في ظل استفحال ظاهرة تهريب النفط، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث في مركز أبابيل السيد مسار عبد المحسن راضي. سيد عبد المحسن راضي، خروج تظاهرات في نينوى احتجاجا على أزمة الوقود في المحافظة، ما هي الأسباب التي تدفع الأهالي للتظاهر إذا أردنا الوقوف على أسباب المشكلة؟ ألو؟ ألو نعم. نعم، سألتكم سيدي خروج التظاهرات في نينوى، لنقف على أسباب أزمة البنزين في نينوى. مساء الخير، تحية لحضرتك وتحية لمشاهدي قناة الراسلين. حياك الله. يجب الإشارة هنا إلى أن الأزمة الوقودية إذا صح التعبير التي تعاني منها نينوى هي ليست أزمة جديدة. هي دائما مرتبطة بالوضع السياسي، وربما حتى إذا لاحظنا التوقيت الذي اندلعت فيه هذه الأزمة الوقودية الجديدة صادف مع قرار المحكمة الاتحادية التي بينت بطلان قانون النفط والغاز الذي يتبناه وكيل كردستان العراق في سنة 2007. من المؤكد أن هنالك أطراف سياسية هي داخلة على هذه الأزمة وبقوة، هي تريد تعقيد المشهد. ولا ننسى أن هذه المدينة الجميلة التي حولوها من أم الربيعين إلى أم الدمعتين هي تدفع ثمن ذلك الصراع السياسي بسبب ثرواتها، بسبب موقعها الجغرافي، ولأننا جميعا بدنا نعرف تمام المعرفة أن الحقول النفطية التي موجودة في هذه المدينة هي باتت مستباحة من قبل القوى المسلحة. وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة، من الميليشيات الإيرانية بعد أن كانت البقرة الحليب لتنظيم داعش الإرهابي. لهذا أنا أعتقد أن الأزمة السياسية هي وراء هذا الذي يحصل في نينوى حاليا. طيب أستاذ مسار، نشهد فصل جديد من فصول الصراع السياسي. الحكومة في بغداد لطالما يعني تنفي ظاهرة تهريب النفط، تقول ليس هناك تهريب للنفط، هذا الكلام منذ سنوات وهي تنفي، والأهالي كشهود عيان يؤكدون حصول التهريب فعلا. إذا كان النفط لا يهرب، فبما يمكن تفسير شح الوقود الذي تعيشه المحافظة وسائر المحافظات؟ يعني لماذا تنفي الحكومة عدم أو تنفي تهريب النفط، تنفي حصول تهريب النفط؟ هي بالضرورة تنفع إلى تهريب أو تجديد هذه المسألة لسبب بسيط، هي تريد أن تبين أو على الأقل تعطي شعورا جائفا بأنها تمارس السيادة على كل الأراضي العراقية. وأيضا في نفس الوقت لا ننسى أن الحكومة العراقية تترك مهماتها الأمنية والدفاعية ومهمات الاستقرار على شركائها من القوى التي تتصرف تحت غطاء الدولة، لكن في نفس الوقت بعيدا عن أي مرمى من مرامي الدولة. ولهذا هي لا تملك إلا حجة الإنكار، وإلا دعنا نقول ما لم يعني كل الجهات الفاعلة، كل الجهات الرقابية، الشهود العيان من هذه المحافظة الجميلة نفسها يؤكدون ومرارا وتكرارا وحتى نوار أن هنالك جهات هي من تسيطر على النفط على تفاصيل أخرى، بل وأن الأمور ولحد هذه اللحظة أن هنالك أتاوات يدفعها قسم من السكان لصالح هذه المجاميع المسلحة. هنالك أيضا إذا أردنا أن نستثني المسألة الوقودية، حتى تخيل أن أراضي هذه المحافظة هي عرضة للتجارة والصفقات السياسية بين القوى اللاعبة حاليا على الميدان المصري إلى صحة اللفظة. فما الذي ننتظره من الحكومة أن تقوله؟ أن تقول أن الدنيا هي بخير وان الموصل تعيش ربيعها الذي تستهده؟ طبعا هي تنفي هذا. وبالمناسبه هنالك اكثر من واحد، حتى سواء من كان من قوى سياسيه تمثل قوى شيعيه متنفذه او حتى من قوى سياسيه تمثل اللاعب السني، كلهم اكدوا مرارا وتكرارا ما تتعرض له الطاقه النفطيه في الموصل من تهريب مستمر. وحتى هنالك تقارير يعني تبين ان هنالك عدد من الشاحنات يوميا
وتحت مرأى ومسمع الجميع، بل وصل الأمر أن هذا التهريب يتم بالختم والأوراق الرسمية، لأن الموظفين في مؤسسات الدولة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لهذه القوى المتنفذة. فإذا نحن أمام حكومة هي كاذبة ولكن تمارس كذبا رخيصا، لأنها لا تريد أن تفضح قصر اليد والبصيرة، وهي كل ما هنالك تتكئ على المستقبل وتدفع مشاكلها للأمام. لهذا أنا أعتقد أنه ليس بشيء عجيب أن تقول الحكومة وتكذب، فهي تكذب مرارا وتكرارا في كل أزمة وتدعي ما تدعيه. وأعتقد أنه ليس هنالك شيئا جديدا تضيفه هذه الحكومة في تفسير هذه الأزمة التي تعيشها مدينة الموصل الحديثة. نعم. في تقرير استقصائي نشره موقع العربي الجديد بعد استعادة الموصل، أكد أن شبكات تهريب لها علاقات مع ميليشيا الحشد امتهنت سرقة النفط الخام. في هذه الحالة أستاذ مسار، يعني كيف سيلقي ذلك من مزيد من الثقل على كاهل المواطن العراقي في الأيام المقبلة؟ يعني أنا أعتقد أن تصور ربما هذا التقرير الذي أشار إليه حضرتكم، أعتقد في العرب الجديد اهتمت بهذا الموضوع كثيرا، وكان هذا أقرب تقدير أتذكره في 2019، ولكن الذي جد الآن يجب أن نفهمه خاصة ربما مع أحداث تبدو بعيدة عن مدينة الموصل، وأقصد بها نيسان تحديدا وما شهدته من انفلات القوى الأمنية وفضح وكشف حجم تجارة المخدرات. يجب أن نفهم مسألة أخرى أيضا، أن تهريب النفط وتهريب المخدرات يكاد يكون إنجال لعملة واحدة، أحدهما يغطي على الآخر، أن الأزمات التي تفتعل في المكان هي المراد منها أن تغطي على تجارة أكثر شبهة وأكثر أضرارا. وأنا هنا لا أقلل من حجم تهريب المخدرات ولا المبالغ المليارية التي يعني هذه التجارة هي تجارة المخدرات في العراق، ولكن أنا أعتقد أن الانعكاسات على المواطن هو المراد منه أن لا يشعر بالاستقرار السياسي، هو مراد إرغام السلطات المحلية المينوة على أن تستجيب للاعبين الكبار. أنا أعتقد أن هناك ربما بعض القوى المسلحة ستقوم بعرض صفقة ما على السلطات المحلية في مينوة على أقل تقدير، لتطالب منها ربما أن تتخذ مواقف حادة مع سلطات الإقليم في كردستان العراق. أيضا أنا أعتقد أن سلطات إقليم كردستان العراق وحسب ما لدي من معلومات هي لديها نسبة من تسليب هذه الأزمة، لأنها تخدمها كثيرا الآن في مناكفاتها مع قرار المحكمة الاتحادية وزعمها الفاضح والمستور بأن القرار هو كان قرارا سياسيا وليس قرارا قانونيا مبنيا على لوائح دستورية واضحة وذاتة. فكما قلنا قبل قليل، أعتقد وأتمنى يا رب أن لا يكون هذا اعتقادي صحيحا، أعتقد أن هنالك مزيد من الأزمات القادمة، وربما أزمة الوقود هذه هي مجرد تعبير أو انعكاس سطحي لما ستدفعه المحافظة في الأيام الخاصة وخاصة أهلنا في مينوى. وأتمنى يا ربي أن لا يكون هذا كلامي صحيحا، ولكن أنا أعتقد أن هنالك موجة من الاشتعالات في أمور وملفات أخرى ستدفعه مينوى ضريبة وأضحية لهذا الصراع السياسي القائم حاليا. من بغداد الكاتب والباحث في مركز أبابيل السيد مسار عبد المحسن راضي، شكرا لك.